صرحت ابنة أخت الرئيس الراحل هواري بومدين في لقاء صحفي بمناسبة ذكرى وفاته 45 عن بعض التفاصيل التي تخص حياة المرحوم والتي تضمنت فترة تجنيده الإجباري في فرنسا. كان يحب الجزائر بزاف وخرج منها وراح صغير 18 سنة عيطت له فرنسا باش يعقب العسكري لا غوفيزي دو فيغ لو سيرفيس ميليتير سو لو درابو فرونسي ومشى كي عيطوا له باش يروح للعسكر هرب باش هرب نافي با دو باسبور افي زيتي 4 دو رجعوا من ليبيا ما قدروش يكملوا وهو محمد صالح شيروف كملوا حتى للقاهره نافي كو 18 ans كي وصل لتما يافي لو جينيرال فاروق على بوك راه اونتخ 50 و 51 من بعد تما كتب بريا قالوا له ما نقبلوكش وزات مينور كتب بريا لجدي بالادريس تاع الناس قال ما باسكو فالي با كو لا فرونس لانترسبت سينو قالوا اني وصلت للبلاد كي راح واحد ما كان سامع واحد ما على بالو ني ما غرامير لا جده لا جدي لا حتى واحد بيرسون لو جروب تاعهم زون ديسيدي مقسمتين هاي لباري هبطهم باغ فواتور لتبسها ومن تبسها مشاو على رجليهم حتى للقاهره مع اونتخ ما بين الرمل والتل يمشي حتى لحقوا القاهره دخلوا من بعد باغيتيل فيه يقول كيما حكى محمد صالح شيروفه في ان كاميون تاع الخضره باش دخلوا لي فرونتيير ثم كيوصل قالوا له ما نقبلوكش بوزات مينور تبر يا الجدي قال له وصلتي لبلاد العم دبر راسك وهو اللي بارتي باسكو لو كوزان مون غران بير الحاج طيب بخر ربا راحوا ابي للحج كان هو ثاني قاري 60 حزب البلاصه اللي يمشي فيها يكتبها لي بوان دو ريبير سي فولي اي سي كوم سا كي الى بري لو كارني تاع لو كوزان مون غران بير وراحوا به. تابعونا على المواقع التاليه: